ترأس الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن اليوم اجتماعا للحكومة بقصر الحكومة، وفي بداية الاجتماع درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص أعد من قبل قطاع المالية. المشروع يشكل نمطا جديدا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعد بديلا واعدا في تمويل مشاريع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله. بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والذي يندرج في إطار مطابقة القانون العضوي المعني بالأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الموارد الإدارية. كما ينص المشروع أيضا على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. إلى ذلك الحكومة استمعت اليوم أيضا إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. يأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة ومدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، والهدف من إنشاء هاتين المدرستين هو إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب المعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، لتشكل المدرستان بهذا مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح لبروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل. الحكومة استمعت أيضا إلى عرض وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 233 على مسافة تفوق 6 كيلومترات بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لولاد فايت وطريق الدائري الثاني الجنوبي لزيرالدا. المشروع يأتي لفك الاختناق المروري بالعاصمة. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول 3 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لإطلاق الأشغال المتعلقة بتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رجان وبرج باجي مختار مع متعاملين عموميين.